خير أمي، ليش طلبتي إني أطلع معك بهالليل؟ ها؟ شو بدك تطلبي مني إني أهتم بصفية أكثر من هيك؟ عود ابني. أنا فكرت كتير مبارح بحكيك، أنت معك حق، يعني أنت صرت أب وفجأة صار في عندك عيلة وعندك ولد صغير كمان، مشان هيك لازم إنه احترم الوضع الجديد اللي أنت فيه، بس بنفس الوقت أنت في مسؤوليات لازم تعملها هلأ. صحيح أنا بأمريكا أمي. اعتباراً من هلأ ما بقى بصير تضل عم تاخد الأوامر، أنت صرت أب، عندك صبي صغير ولازم تفكر أكتر منيح بمستقبله، شو لازم يصير بالولد؟ عمو فرهاد وخاله نامق رح يديروا بالهم على ابنك، ما هيك؟ ايه طبعا. ويصير ابنك يقول له لفرهاد بابا يعني؟ شغل مخك، اذا كبر ابنك وصار عمره 5-6 سنين بده يوقف ويتفرج على ابوه وهو عم يقول له لفرهاد امرك ومثل ما بدك وحاضر؟ ايه امرك ابن خالتي، مثل ما بدك ابن خالتي، خلاص كل شي بدك اياه بصير ابن خالتي. رح يقبل ابنك بأب زليل مثل حكايتك؟ بكرة رح يقلك يا ريت كان عمي فرهاد أبي بدل أبي عبدين. الأولاد بيحبوا يشوفوا أبوهم مثل الجبل وما بيهزوا شي. إذا مو مفكر تصير زعيم العيلة فمشكلتك، بس فكر بابنك، فكر منيح ابني. الله يعطيك العافية ويهديك يا ابني.